السلام عليكم ورحمة الله. كالمعتاد أحب أرحب بكل متابعينا الكرام، وبرضو كالمعتاد بحب أعرفك بنفسي عشان لو معانا حد أول مرة يشوفني. أنا أخوكم في الله محمد عمارة، مدير في شركة ملابس كبيرة ومدير في مصنع ملابس، وعندي مكتب ملابس و32 سنة باختصار كده بتاجر في الملابس. ادعونا بطولة العمر بس تكون على طاعة الله. عندنا قناة يوتيوب متواضعة عليها مجموعة فيديوهات بنوضح وننصح الناس في حاجات كتيرة تخص الملابس، وبنحتسب الأجر من الله. بيوصلني تعليقات فيها أسئلة ينفع يتجاوب عليها وأسئلة ما ينفعش يتجاوب عليها في تعليق، عشان كده فكرنا ان احنا نعمل لايف كل فترة او كل اسبوع نرد فيه على الأسئلة دي ونسمع اي سؤال وبرضه نرد عليه اثناء اللايف. كونك انك تسألني سؤال ومنتظر مني انا شخصيا الرد معناها ثقة كبيرة في الرد اللي انت هتسمعه، ودي حاجة تبسطني كتير. تابعونا بقى يوم السبت اللي جاي بأمر الله الساعة 9 مساء. لو عندك اي سؤال جهزه وهتسمع إجابة أسئلة اعتقد ان هي هتفيدك. تحياتي للجميع، محمد عمارة.